دلوقتي استنى عشان حد قاله لي اصلا. استنى كان ايه السؤال؟ فاكر السؤال اصلا؟ اه فاكر يا عم الفيلم اللي كان طلعت فيه. اه افتكرت كامله ابو ذكري. ايوه كانت عرفت ايه هو اصحاب ولا بيزنس. طب في سؤال النهارده معانا حسين فهمي. ايوه طلع ضابط مخابرات في فيلم ايه؟ ضابط مخابرات. ضابط مخابرات. طب بطولة مين؟ طب اديني حاجة معروف الفيلم ده قوي. بئر الخيانة. لا بئر الخيانة. ايه مش بئر الخيانة اللي هو بتاع عش مش عارف ايه ومات خايم بتاع نور الشريف؟ لا مش هو. طيب كان ضابط مخابرات. طب ايه اسأل علي. طب قول حاجة. قول دي. اوكي ماشي. طب قول هنتو النبي قول. لا انا هسيب الحس حسين فهمي هو اللي كان. لا يعني بقى يعني انا قعدت المهرجان كله عشان اجيب كامله وده السنه الجايه هنجيب. انا جبت اصحابه اللي لازم اجيب العافيه والله. انت جبتها؟ مين اللي قالك عليها دي؟ ما اعرفش حد بتكلم مع حد صعب فشخ. عارف في حد قالها لي والله صعب فشخ. في حد كشاشها لي والله. بس يعني بس جامد جبتها. وفي اخر مشهد ايوه شفت بقى بيحتفلوا لما لقطه عنهم العموم شفت. ماشي يا يوسف شكرا جدا حبيبي.